إلى فقرة استوقفتني كثيرا. في زمن ليس بالبعيد قام أحد رؤساء الدول العربية بزيارة إلى أحد أسواق اللحوم، وكان السوق نظيفا ومنظما، وأثناء تجوال سيادته مع رجاله في السوق وقف عند قصاب شاب وبدأ معه الحديث. الرئيس قال: لحومك ليست سيئة وواضح عليها الاعتناء، كيف حال البيع معك؟ الجزار: في العموم جيد سيدي. الرئيس: وكم كيلو بعت هذا الصباح مثلا؟ الجزار: لم أبع ولا كيلو واحد سيدي. الرئيس: لماذا؟ الجزار: بسبب زيارتك لم يسمح بدخول الناس إلى السوق سيدي. الرئيس: إذن أنا أشتري منك، أعطني 5 كيلوات من هذا الفخذ. الجزار: لا أستطيع أن أبيع سيدي. الرئيس: لماذا لا تستطيع؟ الجزار: بسبب زيارتك قاموا بجمع جميع السكاكين سيدي. الرئيس: تستطيع حتى بدون سكين؟ أعطني هذا الفخذ كله. الجزار: لا أستطيع سيدي. الرئيس: لماذا لا تستطيع؟ الجزار: لأني لست الجزار سيدي، أنا أحد عناصر الأمن سيدي. الرئيس غاضبا: اذهب ونادي قائدك. الجزار: قائدي يبيع السمك في الجهة المقابلة سيدي. رباط استيقافنا في وطننا العربي هكذا هي زيارات الرؤساء، بحجة النزول إلى الشارع والاطلاع على حياة المواطنين. الشوارع تنظف والحدائق تزرع والنافورات تعمل ورجال الأمن والمخابرات تزرع في كل مكان، وكل من في الشارع أو السوق هم من حاشيته. وعندما تنتهي الزيارة التفقدية تعود حليمة لعادتها القديمة، ولا نعلم من يضحك على من، الشعب يضحك على الرئيس أم الرئيس يضحك على الشعب. مع السلامة.